اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من اقليم ورزازات. في الحقيقه متابعي قناه الشعب، هذه هي جماليه بلدنا ولله الحمد بعد الثلوج والامطار اللي عرفتها بلدنا. هذا هو اقليم ورزازات متابعي قناه شوف تي في، وطبيعه اللي هي جد خلابه باقليم ورزازات. لكن الغريب متابعي قناه شوف تي في، ولو انني سلطت الضوء على جمالية بلدنا ولله الحمد أن ربي هو اللي كيشوف من حالنا، وأكيد أن ربي هو بالثلوج ديالو أيضا وبالتساقطات المطرية هي اللي خلات هذه الطبيعة تكون خلابة وخلابة جدا. لكن متابعي قناة شوف تي في، أتمنى أن تكون طبيعة الطرقات وطبيعة الإنارة وطبيعة البنية التحتية لإقليم ورزازات تحظى بما هو معقول وتحظى بما هو مسؤول، لأن في الحقيقة لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحقيقة متابعي قناة الشعب في زيارتي لإقليم ورزازات، إلا جل أغلب طرقات ديال الضواوير اللي تيديلي ونواحي تيديلي اللي في الحقيقة كارثيين، وبنية تحتية كارثية، وطرقات اللي هما متابعي قناة الشعب اللي هي جد 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 كارثية. طبيعة بلادنا متابعي قناة الشعب اللي ولله الحمد كنشكروا، لا 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 كنشكروا الله، كنشكروا الخالق الواحد الأحد. لكن ما دور المخلوق، ما دور المسؤول بإقليم ورزازات؟ ما دور هذا المسؤول متابعي قناة شوف تي في اللي خلى الطرقات هكا؟ ما دور هذا المسؤول متابعي قناة شوف تي في اللي ان مجموعة من الضواوير كتنعدم فيهم الإنارة؟ ما دور المسؤول متابعي قناة شوف تي في على البنية التحتية الهزيلة والكارثية؟ جمال بلادنا الحمد لله ها هو كاين في جميع جميع المدن المغربية ولله الحمد، إلا وكتلقى منطقة اللي هي غزالة، وغزالة بزاف وجد رائعة وجميلة. لكن متابعي قناة شوف تي في، كنتمناو ان مجموعه ديال الاقاليم ومجموعه ديال الضواوير ايضا، وخصوصا اخص بالذكر اقليم ورزازات اللي في الحقيقه غادي نخليكم تقودوا معايا هذه الجوله هذه، باش اننا نستمتعوا الحمد لله بالطبيعه ديال الله، بالطبيعه ديال بلادنا ولله الحمد. لكن كنتمنى ايضا طبيعه الطرقات وطبيعه الاناره والبنيه التحتيه والاستثمارات انه يكونوا تهم يحظوا بالجماليه، وليس متابعي قناه شوف تي في كارثيه وهزيلة. فلا حول لهم ولا قوة، ساكنة إقليم ورزازات تعاني وتعاني في صمت، ولا من مسؤول متابعي قناة شوف تي في يحط الرحال ويسمع يعني أش خبارهم، فقط أنهم كيعرفوهم في أيام ووقت الانتخابات. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات، أكيد متابعي قناة الشعب اللي غادي نقودكم أيضا في هذه الجولة. شكرا جزيلا للأخت ملك المدني، تبارك الله عليك. السلام عليكم. غادي نحاولوا ما أمكن نمشيو في هذه الجولة متابعي قناة شوف تي في. حيدة. نتمنى من الاخت ملك المدني عافاك تقول لي واش الصوت ديالي كان واش كان واضح، لانني عاد دابا رديت البال ربما ان الصوت ما كانش واضح للمتابعين. كنتمنى الاجابه من متابعي قناه شوف تي في انهم يجاوبونا واش الصوت كاين ولا ما كاينش، واش الصوت يعني في الاول كان ولا ما كانش. كيف ما قلنا متابعي قناه الشعب، هذه هي جماليه بلادنا، طبيعه اللي في الحقيقه جد خلابه. لكن كيف ما قلنا كنتمنوا ان طبيعه الطرقات وطبيعه البنيه التحتيه واناره ساكنه هذه المدينه انها تكون تحظى حتى هي بجماليه لطرق هذه الساكنه. فليهم الله متابعي قناه شوف تي في، شوفوا كيفاش دايره الطريق، ها الطبيعه الحمد لله، ها الخيرات ديال الله، لكن طرقات كارثيه وبنيه تحتيه كارثيه متابعي قناه شوف تي في. بعد التساقطات المطرية اللي شهدتها مدينة ورزازات وإقليم ورزازات ككل، الحمد لله خيرات بلادنا ولله الحمد أننا كنشوفوها. لكن الغريب متابعي قناة شوف تي في،
كيف يعقل لهذه الطرقات انها تبقى هكا؟ طريق اللي هي جد خطيره متابعي قناه الشعب كلها محفره. انا شحال هذه ما شفت الفراشات حتى جيت لهنا عاد شفت الفراشات. المهم الطبيعه كاينه ولكن بنيه تحتيه وطرقات متابعي قناه الشعب اللي هي جد كارثيه، واللي كنتمنى من المسؤولين انهم يزوروا هذا الاقليم هذا ويشوفوا هذا فين كيعيشوا. مش معامل الفلاحه. شكرا خالص الاخت ملك المدني تبارك الله عليك. تمت الاجابه الصوت مزيان. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه الشعب الصوره لكم، وهذه هي الطريق ديال اقليم ورزازات اللي في الحقيقه جد كارثيه. وكيف ما كنقولوا بان كنتمنوا التدخل العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه، لان هذه الطريق خطيره وخطيره جدا على مستعملي هذا الطريق، وما عندهمش شي طريق اخرى. شنو غادي يطيروا؟ راه ما عندهم غير هذا الطريق هذه. فكيف يعقل هاد الناس هادو كانوا عايشين يعني في الثلج محاصرين؟ لا طريق مقاده، لا بنيه تحتيه، لا اناره في مجموعه من الطواوير. فكيف يعقل هاد الناس هادو غادي يعيشوا؟ اسماعيل تغبلوت وعليكم السلام تبارك الله عليك. كنتمنى من المتابعين انهم ومن ساكنه هام ايضا حتى ساكنه اقليم تنغير يقولوا لنا اش من دوار ايضا منين كيشاهدوا معنا هذا البث هذا، واش من مدينه منين كيشاهدوا ايضا معنا هذا البث هذا، ونعرفوا ارائكم حول اقليم ورزازات. اي اقليم كندخلوا له ولا اي بلاصه كنمشيو لها الا وكنتمنوا لها انها تكون مزيانه، ونتمنوا ان الطرقات تكون مزيانه فيها، ونتمنوا ان الاناره تكون فيها مزيانه، مجموعه من الاستثمارات اللي يحظوا بها شباب المدينه، واللي يلقاو فين غادي يخدموا، ويلقاو فين غادي يمشيو، ويلقاو فين غادي يجيو. مأساة حقيقه متابعي قناه شفت فيه بدواوير اقليم ورزازات اللي في الحقيقه دخل من بعد قناه الشعب في جهه درعا تافيلالت الى اقليم ورزازات، وبالضبط بدوار تغبال اسمي الدوار كاين تيديلي، جماعه تيديلي تيمغران ولا المهم مجموعه من الدواوير متابعي قناه شوف تي في اللي في الحقيقه اقسم بالله الا جد كارثيين. كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريق كارثيه من الدار البيضاء. السي اسماعيل يحييك من بعد قناه شفت بي بجهه درعا تافيلالت، ومن اقليم ورزازات الى ساكنه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه. ما هي ارائكم متابعي قناه شفت بي وهام لساكنه اقليم ورزازات؟ كيفاش جاتكم هذا الطريق المؤديه الى مجموعه من الدواوير المؤديه الى ساكنه الساكنه الطيبه ديال هذه الدواوير، الى الفلاحه متابعي قناه شفت بي اللي كيجاهدوا بسبيل انهم فقط يعيشوا، وفي سبيل انهم ايضا يعيشوا حتى ناس معاهم، لانهم كنعرفوا بان مجموعه من الفلاحه اللي كاينين باقليم ورزازات لا ترونسبور متابعي قناه الشعب لا حتى حاجه. اللي عنده شي سياره راه عنده، اللي عنده باش غادي يمشي راه عنده، اللي ما عندوش راه ما عندوش. كاين متابعي قناه الشعب اللي استشرت معاهم اللي كيقول لك والله ما عمرني مشيت في حياتي لورزازات، يعني عايش في الدوار ما عندوش باش غادي يمشي. اسر معوزه متابعي قناه الشعب. ترونسبور ما كاينش، تيقول لك حتى ترونسبور الا بغيت نجي ترونسبور خصني خطاف ولا خصني هادي. كنحيي ايضا بالدور ديالي متابعي قناه الشعب، كنحيي بالدور ديالي كل شيء، كنحيي بالدور ديالي كل من رجال الدرك الملكي حفاظا على امن وامان ساكنه هذه المنطقه، والى جميع السلطات ومتابعي قناه شوف تي في اللي هما قايمين بواجب اللي هو كبير. وكنتمنى ايضا من المسؤولين انهم يزوروا ويشوفوا هذه المناطق. علاش في مجموعه ديال الجماعات متابعي قناه الشعب، علاش مجموعه ديال الجماعات كيعيشوا حياه اللي هي جد كارثيه؟ علاش مجموعه ديال علاش في الانتخابات، وعلاش المنتخبين انهم كيقصدوهم في ايام الانتخابات ولا تغيير كاين متابعي قناه الشعب ولا اصلاح؟ فقط ان يعني من كنشوفوا غير الأسوأ، كنشوفوا ان البنيه ولات جد كارثيه، طرقات كارثيه. الله يدير الخير، الله يدير اللي فيها الخير تبارك الله عليك الاخت ملاك المدني، ايضا من ساكنه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه.
يعني كيف ما كتشوف هذه هي طريق شويه اللي هي جد خطيره من عرجات متابعي قناه شوف تي في اللي هي دوزنا. تخيلوا معنا اننا دوزنا من اقويم طور اقويم او جماعه اقويم الى جماعه تيديلي اللي البعد اللي كاين تما المسافه ديالهم كاينه 29 كيلومتر. 29 كيلومتر متابعي قناه الشعب دوزنا فيها ساعه ديال المكانه. هما الناس كيتسناو ما عندهمش شكون اللي غادي يوصلهم. يلاه ام ديرها بحال امك، اب وكذلك ديرو بحال باك، ما عندهمش شكون اللي غادي يوصلو. ما كاينش اللي غادي يوصل، ما عندهم لا ترونسبور لا حتى حاجه. صحيح ان جماليه الطبيعه كاينه ولله الحمد. اتقوا الله من وليتوا حاضرين هذه البلاد وهي للوراء. السي محمد احمد محمد تبارك الله عليك والشكر موصول. التعليق ديالك شوف نقول لك واحد الحاجه، تعليقك يحترم لكن هذا هو الواقع. شنو غادي نديروا؟ نغطيو الشمس بالغربال ولا نديروا العكر على الخلونه؟ نقولوا الطريق مقاده، نقولوا الاناره كاينه. فما كاينش بلا زواق كما كيقولوا، بلا زواق بمنبر قناه شوف تي في صوت لمن لا صوت له بدون مقابل مادي. هذا هو واقع المعاش باقليم ورزازات. هذه هي طريق اقليم ورزازات، هذه هي حياه اقليم ورزازات. ولله الحمد على ولله الحمد، الحمد لله الناس عايشين، ماشي ما عايشينش، ولله الحمد، لكن مكرفصين. اش كنقولوا عايشين؟ راه عايشين ولكن مكرفصين. راه واحد الحياه اللي في الحقيقه هذه كما قال الواحد الناشط ومدون فيسبوكي كيقول بان حمار حاشا وجهكم بشواري وما يدوش في هذا الطريق. الا مجموعه ديال السيارات اللي تقدر توقع مجموعه ديال الحوادث في هذا الطريق. هذه الطريق على الاقل تكون مقاده لها الساكنه، على الاقل ربما يحتاجوا مستشفى، يحتاجوا السوق، يحتاجوا هذه. كيف يعقل متابعي قناة شوف تي في انك تمشي 29 كيلومتر ساعة المكانة؟ علاش؟ لان الطريق كلها محفرة وكلها كارثية، وإلا جريتي وحلا وإلا ما جريتيش وحلا وإلا مشيتي بشوية وحلتين، فهذا هو العيب والعار متابعي قناة الشعب. أما بخصوص جمالية هذا طبيعة إقليم ورزازات فالحمد لله والشكر لله، لأن ربي هو اللي غاتنا وغات هاد الناس هادو وغات كل واي واحد يعني. الحمد لله ربي اللي كيغيث بسبب التساقطات الثلجيه وايضا الامطار ديال الخير والحمد لله اللي شهدتها اقليم ورزازات. الا وكنشوفوا متابعي قناه شوف تي في ان الطبيعه الحمد لله بالاقليم انتعشت بزاف. لا حول ولا قوة الا بالله. اسماعيل تغبلو تبارك الله عليك. نشوفوا نقراو هذا التعليق، هذا ما حد حتى واحد ما جاي. شوفوا هذا، هناك مساء الخير شيء طيبة طريق السلامة لجميع، اللهم سخر لجميع، جزاكم الله خيرا جميعا تبارك الله عليك. الشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات تعاونية البوشواريين وإلى كل المتابعين وإلى كل تعليقات متابعي قناة الشعب، وأهم أيضا لإقليم ورزازات اللي كنتمناو أنهم يعطيونا مجموعة ديال التعليقات ديالهم بخصوص هذه الطريق. هذه رسالة لساكنة إقليم ورزازات، إلى كل مسؤول غيور على هذا الإقليم، إلى كل المسؤول غيور على هذه الساكنة اللي درت فيكم الثقة أيضا أنها تحظى بطريق اللي هي مزيانة وبنية تحتية اللي تكون مزيانة وأسواق وكذلك، والساكنة الحمد لله تنتعش وتزيد لقدام. أنا كنشوف الحمد لله راه كاينة الفلاحة ماشي ما كايناش، ولو أن الجفاف عام على العالم بإسره، لكن ولله الحمد كاينة الحياة. دزنا متابعي قناة شوف تي في على واحد العين، دزنا على واحد العين اللي الساكنة كتقول لك هاد العين ما عمرها وقفات ولله الحمد. كنتمنوها انها ما توقفش لانها عين الله، لكن نقصت واحد شويه، واحد الطبيعه اللي هي جد خلابه، مناظر اللي هي رائعه متابعي قناه شوف تي في، اللي كنتمناو ايضا فقط انهم يستمتعوا حتى هما بواحد الجماليه ديال هذه الطرقات وجماليه الاناره وجماليه البنيه التحتيه وجماليه الاستثمارات
باش انه يكون الحمد لله ان الخالق الحمد لله دار عاطينا وعيشنا في خير، لكن المخلوق متابعي قناة شوف تي في وبعض المسؤولين اللي هما كيتلاعبوا وكيتلاعبوا على مجموعة من الساكنة. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين. والشكر الجزيل لكل من الجالية المغربية المقيمة بالخارج في كل بقاع العالم، وإلى الغيورين والمحبين لأي مدينة مغربية وأي قرية مغربية وأي دوار مغربي، واللي كنتمنوا فقط أن الرسالة تكون واضحة. فهذا بات متابعي قناة شوف تيفي بات من إقليم ورزازات، بات من الضواحي ورزازات، بات من مجموعة ديال الضواوير اللي كيعيشوا التهميش، بات لرؤية جمالية طبيعة هذا الإقليم، وأيضا رسالة لطبيعة هذه البنية التحتية والطرقات اللي كتوفر لها. أكيد بعد تغطيتنا متابعي قناة شوف تيفي للعامل اللي الله يوليه برحمة الله، وأنا ونقدم له العزاء لكافة الأسرة ديالو ولكل الأهل ديالو، إن الله وإن إليه راجعون بعد الفاجعة أن قناة شوف تيفي حطت الرحال وتمت التغطية متابعي قناة الشعب، باش أن كل شيء يكون واضح صوت وصورة إلى كل المغاربة داخل الوطن وخارج أرض الوطن. علاش هاد الناس متابعي قناة شوف تيفي اللي كينتعشوا بمجموعة ديال الكسيبات وكينتعشوا أيضا بمجموعة ديال الفلاحة، أنهم يتقصوا من طريق، يتقصوا من طرقات اللي هي تكون على الأقل معبدة وتكون طريق اللي هي صالحة اليوم، لأن كيف ما كتعرفوا بأن التساقطات الثلجية اللي كتشهدها يعني كيشهدوها هاد الضواوير ديال إقليم ورزازات كفى سبيل المثال مؤخرا لشهادات تيديلي أكثر تقريبا من 180 أو جوج أمتار، فالساكنة تحصرت، فلولا الألطاف الإلهية، فلولا الساكنة اللي دارت يد في يد، فلولا الناس ديال الخير، فلولا أيضا الجمعية التضامن لمحمد الخميس أنها الحمد لله بالرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله أيده، لولا التدخل ديال جلالة الملك فشحال من واحد كان غادي يمشي فيها. ايضا الحمد لله كيف ما كنقولوا نشكر رجال الدرك الملكي ورجال ايضا كل جميع السلطات القوات المساعده والقايه المدنيه واللي قايمين وكيسهروا على مجموعه ديال الحمد لله على الواجب ديالهم، لكن ولو انه واجب الا وانهم متابعي قناه شوف تيفي كيزيدوا حبا للعمل ديالهم وايضا كيشوفوا ما بينهم وبين الله. خلاها واحد لجدان قال لك راه خدمتي كنديرها ولدي، ولكن كنشوف بيني وبين الله على مجموعة ديال الأشياء اللي كتوقع. كنحييك أيضا منى الجدان على هذه القضية هذه. فغريب متابعي قناة شوف تيفي أن الإنسان يعطي قسم للدولة ديالو، يعطي قسم بينه وبين نفسه، يعطي قسم بينه وبين الله، وفي الأخير يخون الساكنة ويخون الوطن وما خر فقط غير النفس ديالو. من مخاطر هذه المنعرجات متابعي قناة شوف تيفي اللي غادي تودي ايضا بحياة مجموعة ديال الناس، لان في الحقيقة الطريق ما كتدوش جوج سيارات، يعني الانسان كيتعذب وكيتعذب بزاف. وهذا ما هذا هو اللي بغيت نسلط عليه الضوء متابعي قناة الشاب، ان جمالية طبيعة اقليم ورزازات جد رائعة، لكن طبيعة البنية التحتية والطرقات جد كارثية. وهذا هو المغزى متابعي قناة شوف تيفي من هذا البث. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. أكيد أن لنا أيضا تعليق من أجي تشوف مراسل أيضا ومدون بمدينة الرشيدية
نعتز ايضا به طريق سلمى خويا ياسين. تنحييو السي حمزه عن قناه او عن صفحه اجي تشوف، مدون ايضا ومراسل باقليم الرشيديه. سي جمال اللي كيقول لك جمال زكي الطبيعه زينه والعقليه ما كيناش في الحقيقه، الطبيعه الحمد لله زينه. هذا هو، هادو هما التعاليق اللي بغيت، هادو هما التعاليق ديال المتابعين ديال قناه الشعب اللي بغيت. ها الطبيعه الحمد لله زوينه، ولكن عقليه المسؤولين لانهم كيستهضروا ايضا حتى بهذه الساكنه وما كينفذوش داكشي اللي عليهم. الله يصوب، تبارك الله عليك سي عصام ديش سيكو طريق السلامة اخي، الله يكبر بيك تبارك الله عليك. معاك ديش من طنجة تبارك الله عليك، وتحية كبيرة لساكنة طنجة. هذا هو بثنا متابعي قناة اشوف تيفي، نحيي من خلاله كل المتابعين. ام السلطانة السلام خوتي تبارك الله عليك، تبارك الله عليك اختي العزيزة، والشكر موصول ليك ومرحبا بك. والآن متابعي قناة شوف تيفي وصلنا إلى أقويم، وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إن شاء الله إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. انت راه بقى لنا لمراكش والو، 136 اغنم نقدر 10. تحيه كبيره ولو انني مازال ما قطعت، تحيه كبيره لساكنه هذا الدواوير، تحيه كبيره لكل المتابعين والمتابعات، تحيه كبيره لرجال الدرك الملكي، تحيه كبيره لكل الساكنه طيبه. ونتمنى لكم متابعي قناة شوف تيفي، ونتمنى لهاد الساكنة الخير.